دكتور حسن، في الفترة القادمة وبعد هذا التصعيد، على ماذا يراهن الفلسطينيون؟ كيف يتوجه الفلسطينيون خطوة للأمام؟ حضرتك قلت لي من شوية إن اللي عمله الرئيس أبو مازن ده خطوة للأمام. طيب كيف نخطو في هذا الطريق للأمام بقى خطوات عشان نصل لحل دائم وحل ينهي المشاهد المؤسفة اللي احنا بنشوفها يوميا وكل ساعة وكل ساعة؟ خلينا نميز بين في الحل الداخل الفلسطيني والحل مع العدو. نعم، شخصيا انا لا ارى هو لو اتحل الداخل الفلسطيني ممكن نساعد على الحل الداخلي. نعم، الحل مع العدو الان بعتقد لم يعد قائما الا بفرض، وقوى الفرض غير متوفرة حتى الان، يعني قوى الفرض غير متوفرة لا عربيا ولا دوليا. امريكا لا تريد على الإطلاق، أمريكا تمارس عملية التهويد على الشعب الفلسطيني أكثر من سموتريتش وبن غفير. نعم، للأسف الناس مش شايفين هذا الكلام ولسه معتبرينها وسيط. يعني هي التي تقود التهويد ولسه معتبرينها وسيط. أنا برأيي أنه الشيء اللي قد يعطي إيجابية لمواجهة المشروع التهويدي والصمود بالوطن الفلسطيني في وجه المؤامرة الأكبر من الإبادة في غزة، ما سيحدث في الضفة والقدس. الآن القدس تستباح يوميا دون مواجهة، وهذا الحكي لم يحدث في سابقا. يعني كان كل عملية أي دخول للحرم من هذا الموضوع دائما في عملية كلاش، مواجهات في هذا الموضوع. الآن لا يحدث ذلك على الإطلاق. يعني شيء يعني مش في ذهن الفلسطيني كان. إن لم نصحى مبكرا لمواجهة التهويد، سيكون الوضع كثير سوداوي للقضية الفلسطينية لسنوات طويلة، مش لسنة ولا سنتين وثلاث. لذلك أنا بقول أن الرئيس محمود عباس عليه أن يعمل واجبه كرئيس، ثم يترك الأحداث تذهب، ولكن هو عليه مهمة أولى في هذا الموضوع. كما قلت، إعلان دولة فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 1967 على عام 2012 اللي تعززت في شهر مايو الماضي، يعمل على هو الدولة لما يعلنها برلمانها بضم كل الحال الفلسطينية من ما لاش علاقة فصائل، فيش فيها تخاصم وظيفي في داخل البرلمان، لأنه عندنا مجلس مركزي. المجلس المركزي هو بصير ويضاف له أعضاء من المجلس التشريعي المحلي اللي هم رؤساء، وبالتالي يمثلوا قوى سياسية محددة في هذا الموضوع. هذا البرلمان يصبح هو الكفيل بانتخاب حكومة دولة فلسطين. حكومة دولة فلسطين تمثل الحال الفلسطيني الجديد، وأيضا البرلمان حقه أن ينتخب رئيس، لأن الرئيس في وضع عمري وصحي أيضا يحتاج إلى أن نكون يعني واخدين بالنا، لأنه إذا بايدن أصغر من الرئيس محمود عباس، أخذوا وضع خاص في هذا الموضوع. والحديث عن الحال الجديد لا يمس مكانته. إحنا بنحكي يجب أن يكون لدينا هذا الموضوع كي لا يحدث لدينا مشكل. تخيل لو صار عندنا مشكلة فراغ رئاسي واحنا في هذا الوضع. في تي مش صحيح الكلام والله منظمة بتقول لا، احنا لابد من مأسسة العمل، وهذا هو الذي يعطي سلاح للفلسطينيين لمواجهة التهويد، لمواجهة الفاشية، لمواجهة المخطط الأمريكي، أكثر من ذلك لمواجهة عمليات الضم اللي تحدث يوميا في الضفة الغربية و قطاع غزة. قطاع غزة قد يفصل لسنوات عن الضفة الغربية جغرافيا، والفصل بينهم سياسيا ما لم يتم. يعني إذا لم يعلن دولة فلسطين حيصير عندنا فصل جغرافي وسياسي أكثر سوءا مما كان أيام الانقلاب. ولذلك هو أنا بقول دائما بحمله هو شخصيا، لأنه صح مفتاح عنده، هو رئيس الدولة، هو رئيس المنظمة. يعني احنا عندنا منصب وحيد فقط لدولة فلسطين، بس الرئيس. طب الحكومة مش للدولة، فيش برلمان للدولة، ما بصيرش، لا يجوز مطلقا. الشعب الفلسطيني بعد كل هذا الوضع، بعد هاي الحالة، بعد ما يحدث لنا، ما عندناش برلمان اللي يكون حامي النظام الوطني الفلسطيني في المستقبل. نعم، هذا الكلام اللي لازم الكل يشتغل عليه، وبتمنى من العرب يساعدونا. يعني ما انا مع المساعدات الإنسانية، بس عندنا مساعدات سياسية. هنتكلم عن المساعدات السياسية وبنسبة السياسية مش الإنسانية. لا، أنا هتكلم عن المساعدات السياسية. الإنسانية تركينا لحماية الوطن. لا يا فندم، لا والسياسية برضه. لا، السياسية هنتكلم عنها. حضرتك أصلا رئيس الهيئة البرلمانية. السياسية فيها عندنا مشكلة كبيرة. أنا هنتكلم في السياسة.